فين القوام واللون الأبيض. هاي سر اللون الأبيض. هاي الحين الصلاة والسلام على رسول الله. عند اليوم مقادير وطريقة كيكة يومية ناجحة 100% بمقادير سهلة وبسيطة، وإن شاء الله بتعجبكم طريقتها وبتجربوها. وخلونا مع الوصفة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. عند اليوم بإذن الله وصفة كيكة يومية وسهلة وسريعة واقتصادية، وبتعطينا لون روعة أكثر من رائع. مقادير وصفة فيها بتختلف كتير عن الوصفات العادية. عندي هون 3 كاسات من الطحين، أنا عندي طبعا موحد الكاسات كلياتهم نفس المقدار. هون عندي كاسة لربع من الطحين، إذا بتحبوا، أنا ما بحب الحلى كتير، تحبوا تعبوا الكاسة هذا لكم. أنا حطيتها شوي، كاسة لربع، 1 من الفانيلا، 2 من البيكنج باودر. عندي 3 بيضات، نفس الكاسات، هاي نص كوباية من الحليب، إذا ما في حليب ممكن تحطوا مي ومعها معلقة حليب بودر، نص كاسة من الزيت النباتي. والسر هون عندي هون كاسة لربع من الماء، شايفين في قلبها حبات من التلج، هاي اللي بتعطي سر الوصفة واللون الأبيض. وعندي اختياري طبعا، أنا هون تفاحة على الوش، هذا اختياري، اللي ما بحب ممكن ما يحط. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نحط 3 بيضات أول. بسم الله 3 بيضات. بسم الله نحط السكر ونخلطهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اذا بتحبوا انتوا تخلطوا بالخلاط برضو كمان بيعطي نتيجة افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الزيت. طبعا الطحين عندي هون انا منخول، يعني نخلته مرتين اساسا بيعطي هشاشة للكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هاي تمك اخلط لما تجانس الزيت والسكر والبيض. انزل بس هلا الحليب طبعا والطحين شوي شوي هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدي انزل نصه واحط 1 من البيكنج باودر. طبعا انا نخلت الطحين، يعني مش ضروري، في ناس بتحب تنخل البيكنج باودر معاه مش مشكلة، المهم الطحين نخلته انا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر شيء بنضيف كاسة المي اللي مع التلج. بسم الله هتشوفين. طبعا انا بهيك وقت لما بدي اشتغل بالكيكة بحمل الفرن، لانه اذا ما حملناها وجينا حطينا الكيكة طبعا الكيكة ما راح تنجح معنا. ومثل ما قلت ممكن تعملوها بالخلاط الكيكة أسرع، بس أنا بحب أعمل بالإيد، يعني بعطي شوية حركة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي هلأ بدي أنزل، شايفين كاسة المي والتلج، هاي بتعطينا هلأ اللون، يعني بتتخيلوا كيف بكون اللون فاتح مثل الكيك البرة تبع المحلات، شايفين. هلا بنتم نخلط لما تتجانس كل المواد مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي يعني كل ما خلطنا بيعطينا نتيجه ولون افضل. هاي شايفين، يعني انتم بتحسوا وانتم بتخلطوا بالنعومه، شايفين. هاي يعني ما يتم ولا كتلة جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي قوام الكيك اللي عندي، شايفين المقادير، يعني بتعطي نتيجة كتير كتير حلوة. هلا أنا بدي أجيب قالب، عندي دهنته بالزيت والطحين وحطيت بس ورق زبدة، إذا ما في ورق زبدة بس ممكن طحين وزيت. هاي شايفين القوام واللون، هاي ابيض. طبعا انا هنا هون بعد ما خلطتها، شايفين القوام، بدي احطها بالقالب اللي دهنته وحطيت في ورقه زبده
بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين طبعا انا هنا حطيت بالقالب شايفين على اساس كل الهواء يفوت. هلا عندي التفاحه هون بسم الله الرحمن الرحيم شايفين. هلا كملها تقشير. انا مثل ما قلت هاي التفاحه اختياري بس انا حابب احطها على الوجه تغيير يعني كيكه يوميه بطعم التفاح. الحين قطعتها شرايح وبدي احطها بس هيك على الوجه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالشكل اللي انتو بتحبوه بتحطوها يعني او عشوائي طبعا هذا بيرجع طبعا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش ضروري لانه هلا لما تستوي بتفوت كل قطع التفاح جوا وبتعطينا شكل روعة. هلا بدي احطها بالفرن طبعا مثل ما قلت حميت الفرن على 180 درجة. هلا بتاخذ لها شي نص ساعة وبنشوفها لما تطلع من الفرن. ها طلعت من الفرن اخذت معي بالضبط مثل ما قلت شي نص ساعة على 180 درجة بس انا كنت محمية الفرن قبل شي ربع ساعة شايفين. بس هلا هي ساخنة اسيبها تبرد وافك الجوانب عنها. طبعا انا هلا هي سبتها شوي تبرد بدي افك الجوانب شايفين. وعندي هون معلقتين من مربى البرتقان او ممكن تحطوا عليها من السكر المطحون. طب هذا اختياري بيرجع لكم شايفين كيف شكلها وقوامها. هي هسه شوي طبعا ساخنة يعني ما بردت على اساس هيك بدي اشربها بالمربى اللي عندنا مثل ما قلت اختياري. ممكن تحطوا بس سكر مطحون. طبعا هيتني انا بعد ما دهنتها بالمربى سبتها شوي تبرد. هاي بسم الله هي طبعا لسه ساخنة يعني ما بردت تماما شايفين كيف. بدي اقص لي شقفة منها ونشوف كيف اللون تبعها. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع الشقفة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف قوامها وكيف شكلها. نحطها على الصحن. فرجيكم كيف. شايفين اللون تبعها الابيض. ان شاء الله بتعجبكم طريقتها. شايفين كيف شكلها ناعم كتير. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك من الشير. بنلاقيكم بفيديو تاني وبامان الله.